في جلاسكو انا بعتبر جلاسكو محلك سري، يعني زي ما دخلنا زي ما خرجنا، الاختلاف في الحاجات الجوهريه مش كتير، ولكن في جلاسكو ممكن نقول المزايا او اللي يقدر. اولا اكد على التكيف والتخفيف، اكد على $100 مليار بتاعت الدول النامية اللي تيجي من الدول المتقدمة للدول النامية، قال ان القطاع الخاص هيجيب 80% من هذه الموارد، وهو شيء جديد ان احنا كنا متفقين بيننا وبين الدول اللي داخل القطاع الخاص. كويس، القطاع الخاص ما بيديش منح، القطاع الخاص بيدي حاجات يكسب، مشروع مليان مشروع استثماري بالظبط. فقال القطاع الخاص هيدي لأول مرة يشير إلى مسألة ذات حساسية، وهي مشكلة التعويض، التعويض عن والأضرار، اللي هو إيه؟ اللي هو كانت أمريكا تملي لما بنسير هذه المشكلة وهي موجودة في المعاهدة الرئيسية، كانت أمريكا تعترض بشدة وتترك المفاوضات، اللي هي عملية loss and damage. يعني loss and damage، أنت يا دول يا صناعية يلي من أيام الثورة الصناعية وأنتوا بتستخدموا الوقود الأحفوري واستطعتوا أن تصلوا إلى هذا المستوى من الرفاهية باستغلال القدرات البيئية، ورفاهيتكم دي وتقدمكم ده أثر دلوقتي علينا كلنا. فيا دول يا صناعية، لو حصل من التغيرات المناخية أعاصير، حصل سيول، ارتفاع لمستوى البحر، جفاف، دمار بأي شكل من الأشكال، كويس، يجب أن أنتوا تدفعوا تكاليف الأضرار بتاعته، هم لا يريدون ذلك. طيب في كمان الدخل المفقود، بمعنى أصح أنا دولة كنت بعيش على النفط والوقود الأحفوري، ودلوقتي لن أستطيع أن أنا أشتغل على الوقود الأحفوري. الدخل ده بقى مين اللي هيعوضني عليه؟ ده الموضوع ده كان بيعمل فرق كبير جدا جدا، لأن الدول كان بتتقسم لاثنين، وخلي بالكم أن الاتفاقية والمعاهدة غير ملزمة وتطلب لتوقيع الاتفاقية موافقة الجميع 197 دولة، لو ما فيهوش مفيش مشاكل، ولو وافقوا مفيش إلزام، يعني حتى لو وافقوا مفيش ما يلزمني أو آلية تيجي تقول لي ما عملتش ده ليه وحاسبك عليه، مفيش كلام. جينا بقى الريد ده بقى في إيه؟ جينا على الوقود الأحفوري، وكان المؤتمر بدأ بتصريحات يعني جبارة وواعدة وحاسمة وحنعمل وبتاع وكلام، العملية ابتدت ترجع لحد ما جينا في المسودة اللي قبل اليوم الأخير، وكان هناك في صياغة قوية مقترحة، صياغة قوية كانت تقول هو هجر الفحم الحجري كمصدر للطاقة، وإلغاء السياسات الداعمة أو اللي بتقدم دعم للوقود الأحفوري، يعني سياسات دعم الطاقة اللي عندنا، سياسات دعم الطاقة دي موجودة في بلاد كتير كلها نامية، نلغيه. طيب تم التغيير على مرحلتين، الصين الأول دخلت وقالت لا مش هجر، كويس، الانخفض الاعتماد على الفحم. ليه؟ قالت يا جماعة انتوا ليكم عندي، انتوا ليكم عندي ان انا انبعاثات الكربونية ما تزيدش عن حاجة معينة، صح؟ انا عندي تكنولوجيا هتقدر تمتص الكربون من الغازات وبعيد استخدامه، يبقى ليه تخليني ما استغلش الفحم؟ وبالتالي الناس قالت لك لا بلاش هجر، خفض. فقاموا جم بقى قالوا ايه، طيب يا جماعه علشان كل الالتزامات اللي انتوا عملتوها في جلاسكو دي وكل الكلام الكبير اللي انتوا عملتوه ده ما يجيبش غير 60%
من خفض في الانبعاثات اللي احنا محتاجينها عشان نوصل لواحد ونص درجه. فنرجو بقى لما تيجوا في شرم الشيخ كل واحد يجيب معاه خطه اكثر طموحا، وما يجيبش بقى كلام، يجيب تنفيذ، خطه تنفيذ. لان الحقيقه لما نبص لمثلا الولايات المتحده او الصين، دول الكبرى، الاتحاد الاوروبي، روسيا، البرازيل، الهند، اندونيسيا، هم دول اكبر 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 8 يعني، بيطلعوا حوالي 60-65% من الانبعاثات. لما نبص هم قالوا ايه؟ قالوا على اهداف طويله المدى، قال في 2060 حوصل للانبعاث الصفر، او 2070 او 2050، لكن ما قالش من هنا لحد 2050 او 2060 هعمل ايه وايه البرنامج بتاعي. فيصبح ايه، انا مزنوق اقتصاديا السنه دي، اجلها للسنه الجايه، اجلها للسنه بعدها. الحكومه دي مزنوقه، استنى لما نخش الانتخابات دلوقتي تيجي حكومه جديده نبقى ايه نتكلم في الكلام ده كويس. يبدا فبقى عندك هدف ممكن يكون متحرك، كل شويه تحرك كويس. فطلب بقى لا نتنين بلاش كلام كتير، نتكلم ايه في التنفيذ. اوكي، كوب 27 اهم هدف فيه وهو ما اعلنه هو الانتقال من التعهدات والكلام الى التنفيذ. من هنا جت هذه الاهميه. We'll be right back.